نكمل يا شباب، معلش لو كان اللايف قطع. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. فسيدنا عمر بن الخطاب لما بلغوا ان صاحبه بدأ يشرب الخمرة، بعت له كده: اني احمد الله اليك الذي لا اله الا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. فلما صاحبه وصلت له الورقة قال: الهي غافر الذنب يعدني أن يغفر لي، وقابل التوب يدعوني إلى التوبة، شديد العقاب ينذرني عقابه. ثم بكى وتاب إلى الله وترك الخمر. فلما سيدنا عمر بلغوا إن صاحبه بسبب الورقة دي ساب الخمرة، قال: هكذا فافعلوا مع من يبلغكم عنه أنه عصى، ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. عونا للشيطان بتاع الأفكار السلبية اللي هيخليك ما تعرفش تتعافى تعافي ذاتي. ربك بيقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل ما نخلق الدنيا، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. أي أزمة بتحصل لك، من أول الكلام السلبي اللي بتسمعه للمحبطات اللي حواليك للذنوب اللي بتقع فيها لحد بيجرحك لحد بيسيبك، كل ده مكتوب عند ربنا، ده جزء من سيناريو قصة حياتك مع الله في تعرفك على الله وتعرفك على نفسك وعبادتك لربنا. ده مكتوب قصة حياتك، سيناريو أقدارك كده. ليه؟ عشان لما يحصل أبقى أنا فاهم إن مقدر الأقدار ربنا. ليه بقى يا رب بتقول كده؟ قال: لكي لا تأسوا، عشان ما تغرقش في أحزانك. دايما لما يحصل لك موقف سلبي اقعد مع نفسك كده وابدأ راجع معتقداتك اللي أذاني ده قدر الله ما شاء فعل، الدنيا ما خلصتش، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما دام ربي حي لا يموت يبقى زي ما الاجانب بيقولوا اتس نيفر تو ليت، كل حاجه ينفع تتصلح، وطول ما انفاسي بتطلع وتدخل اقدر اقف بعد ما وقعت مهما كان الهدر جامد، واقدر اطلع من اي حفره لو ربنا مدني بمدده. فالسلف هيلينج، العلاج الذاتي، محتاج واحد لما يقعد مع نفسه يعرف يكلم نفسه كلام ايجابي ويعرف أنه مصان ومعان وممدود من رب العالمين سبحانه وتعالى إذا استعان بربنا، وإن مفيش حاجة اسمها نهاية الدنيا إطلاقا، ومهما اللي حواليا بعدوا عني يبقى ربنا بيوفقني بناس تانية جنتي في الدنيا قبل الآخرة معاهم. ده بيعمل تعافي ذاتي عند الإنسان. وأصل التعافي الذاتي يأتي من الذكر. ربنا بيقول: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. ما تلاقي نفسك عندك أفكار سلبية وفي حاجة مكدراك ومش راضية تطرد، فكرة كده سلبية كده في موقف حصل من شوية ومش راضية تطرد، اقعد اذكر ربنا فسبح لعلك ترضى. وشوف ربنا يقول: قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أول ما الصدر يضيق بسبب كلام سلبي أنت سمعته، أو أقول لك كلام سلبي صدر منك أنت، أنت قلت كلام بعدين ندمت علينا، ليه كنت أهبل أوي في الموقف ده؟ ليه كنت سخيف كده؟ ما فيش حاجة. ربنا قادر يغير مشاعر الناس اللي أنت من غير قصدك جرحتهم، أو من غير قصدك ظهرت بشكل هايف قدامهم. قادر